أهل البيت سلام الله تعالى عليهم ورسول الله هم شعلة النور الذي يتقد والشعلة التي لا تنطفئ. طرحت في حلقة سابقة يا دكتور موضوع لم يتطرق إليه أحد قبلك، وهو أن حتى إبليس يأتي للتزود بالطاقة من مراقد أهل البيت سلام الله تعالى عليهم والرسول الكريم. لو بينت لنا أكثر هذه الفكرة. هي مو فكرة، سألت معلمي قلت للملائكة شلون يصيرون أقوياء، قال كلما ينبضون ينزلون إلى مراقد أهل البيت فيشمون رائحة عظيمة، لأن الملك أو الملائكة يتغذون على الرائحة الطيبة فيستغلها إبليس فيزودهم أهل البيت بهذه الرائحة اللي إحنا ما نشمها لأن إحنا عديمين الشم، وهي بالمصطلح العلمي تسمى الريح. أي طبعا إحنا عديمين الشم وفاقدين البصيرة، أو إحنا شومة غنم تركنا أهل البيت وشلبنا بالدكاكين البالية. سبحان الله، كلمة دكاكين طلع أحد الأخوة بالكويت محلل كبير كان يحكي يقول الدكاكين كلهم سمعانين الحمد لله، الصغير والكبير عرفوها الدكاكين من وراي هذه الدكاكين. حتى فيصل اللي يطلع ببرنامج فوق يعني الاتجاه المعاكس هم يقول دكاكين، كل الناس تسمعني الحمد لله، بس خلي يطلع رجل دين يقرأ من الصبح للعصر فينا واحد يسمعه، هذا فضل الله. انتم تشوفون المقاطع اللي تطلع بإيران او بغير مكان رجل الدين تضرب عمامته وتداس عمامته، هذا لا لشيء، اكو من شوه رجل الدين. رجل الدين مؤدب ومثقف وذات بصيرة ويستحق الاحترام غصبا علينا وعلى ابهاتنا، لكن اجي تروح وراها دور تلقي الاسرائيلي او اليهودي والوهابية يدفعون عليها فلوس حتى يسقطون العمة. العمة قمة، العمة شرف كرامة، بس ذولا المصيبة. لذلك هذه الملائكة حينما يشعرون بالضيق ينزلون إلى المراقد يتغذون ويسبحون ويصلون على محمد وآل محمد ويرتفعون إلى السماء السابعة والرابعة.